الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان الله الرحيم، من قبل أيام أعطيت درسا بالعربية وعنوانه تحذير المستمعين. تحذير المستمع في هذه الأيام التي غاب فيها العلم من محاضرات المحاضرين في الجانب النبوي الشريف، و أعطيت فيه درسا ماضيا بالعربية فقط قبل أيام، ثم بعد ذلك أعطيت دروسا مترجمة حوله. والبارحة ورد علي سؤال من أحد الطلاب وهو إمام في الخارج، في خارج موريتانيا، وما كنت أعلم أن موريتانيا تصل إلى هذا الحال، لأني لا أتابع التلفاز ولا أتابع فيسبوك ولا أتابع اليوتيوب، وإن كانت لدي صفحة يقال أنها تابعة لي، ولكن أنا لا أتابع، لا أعرف متابعة، حقيقة لا أعرف متابعة، لكن تبلغني الأخبار من كل جهة وترسل لي. فقال: يا فلان، هل تعتقد أن هذا التعبير أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قناة موريتانيا تعبر أنها أفدي؟ ولا أعرف القائل أصلا، لم أرى شخصيته من قبل، ولا أعرف اسمه، وما كنت أعرف قبيلته، ولا أعرف، ولا أريد أن أعرفها أيضا. فالقائل في البرنامج قال في أول حلقة: بمناسبة المولد النبوي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قائدا عسكريا فذا فحسب. اسمعوا هاي العبارة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قائدا عسكريا فذا فحسب، ولا سياسيا محنكا فقط، بل كان شخصية مشرقة لكل الجوانب والمناحي الإنسانية. أنا أقول لكم إخواني وأخواتي المسلمات، هذه العبارات يعبر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، لماذا لا ترجعون إلى ما كان عليه سلفكم الصالح وتنشدون قصيدة البردة المباركة، وعندما تتكلمون عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم تقولون: أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدئ فيه ومختتم، يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم، وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم، والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه، والنهر ساه العين من سدم، وساء ساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظم، كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا، وبالماء ما بالنار من ضرمي، والجن تهتف والأنوار ساطعة، والحق يظهر من معنى ومن كلمة. وتقولون كما قال ابن محمد رحمه الله تعالى، ورحم الله تعالى جميعنا على بركته: يكفيك أن إله العرش صوره كما يشاء ومنه صور الصور. وتقولون كما قال ابن الدداه رحمه الله تعالى: فعما غاني غوان لا غناء لها
نكب وبادر مبادر خاتم الهاد. نوح تنقل من شئذ الوصي إلى ذاني أولي العزم نوح سيد النادي إلى الخليل إلى صلب الذبيح إلى إلياس خندفلا سعد وإسعاد حتى تدلى إلى عمر العلا فعلى أمر به كل محروم بأجداد جد النبي ختام الأنبياء كما قد كان أولهم آباد آباد نبي أكرم عند الله من كرم حقا وأفصح نطق الناطق الضادي وكل أفعال تفضيل مخصوص بها وكل أفعال تفضيل يخص بها بالفضل دون التي صيغت لأضداد هذا المديح ولكن لو مدأت به متن الصكوك وكان البحر ميدادي ومدني الشعراء به بأجمعهم يوما لقصر إنشائي وإنشادي يا خير من أطعم الطير اللحوم ومن سقى السيوف ظماء شخب أجيادي صلى عليك إلهي ثم قال لنا صلوا عليه عبدائي وعبادي فتلك مرتبة ما نالها أحد من النبيين في جمع وأفراد لهم صل عليه دائما عددا من الملايين لا يحصى وتقول يا خير من أطعم الطير اللحوم ومن سقى السيوف ظماء شخب أجيادي وتقولون أما الخوارق لا تحصى لكثرتها في كل طور وأحرى طور ميلادي أن يهلق البحر في وجه الوليد ضحا عن ضرب موسى الذي نودي لدى الوادي حتى رأى البحر نسيت من شدتي أعوذ بالله ما سمعت من هذه الفساد وكل طود كطود فوق ففرق لا يقول ففرق بدر سماء راع من كفروا بعد التحري لأمر الخالق العادي أشد عندي في الإعجاز منزلة من فرق يم خضم الجم الصعادي والله علم موسى ثم كلمه من جانب الطور طورا دون ميعادي وكلم الهادي الأمي سيدنا من قاب قوسين أو أدنى لإرشادي في مستوى عز جبريلا تجشمه ولم يزغ بصر الهادي عن الهادي وكم سقى الجيش ماء قل من ثمد على تكاثره وكلهم صادي نعم وأطعمهم أشبعهم طرا وقد سغبوا من صاع تمر أتاه فضلة الزاد وإن شكى الناس قحطا كان أبلسهم وعم عام بلاد مصر والبادي دعا لهم بمجاديح السماء وما في الجو من قزع الخافم ولا بادي حتى فخيمت جمعة سحب تسح على منابت الشيح والقيصوم والجادي من بعد ما طبق الأبطار أجمعها من تلك السحب نوء رائح غادي نبي أكرم عند الله منك وتقولون يعني إلى غير ذلك تقولون هذه المدائح الجميلة التي تعبر عن قزازة النبي صلى الله عليه وسلم وتعبر عن علوه وتقولون يا خير من يمم العافون ساحته يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تدع شوى لمستبق من الدنو ولا مرقى لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلم كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون والسر أي مكتتم فحست كل فخار غير مشترك وجست كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب
وعز إدراك ما أوليت من نعمي بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. وتقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وتقول كما قال ابن مهيب رحمه الله تعالى ونفعنا بهم جميعا يقول بدا بتمنى البدر ضوء جماله. وتقول كما قال حسان بن ثابت لما نظرت إلى أنواره سطعت وضعت من خيفتي رضي الله تعالى عنه وأكرمنا به وهو مقدم قبل الجميع. تقول كما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نظرت إلى أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته فلست أمره إلا على قدري الأنوار من نوره في نوره غرقت والوجه مثل طلوع الشمس والقمر روح من النور في جسم من القمر كحلة نسيجت في الأنجوم الزهر. وهذا كان قبل إسلامه رضي الله تعالى. فقال نحن بعثناك لنعطيك جائزة على أن تذم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا هو الذي رأيت وعال على الرجل أن يتذم. وتقول كما قال كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه بانت سعاد فقال بجوان إلهي غن إن الرسول لسيف مستضاء به مهند من سلوه الله مسلول إلى غير ذلك. وتقولون كما قال ابن دداء رحمه الله تعالى والله علم موسى ثم كلمه من جانب الطور طورا دون ميعاد وكلم الهادي الأمي سيدنا من قاب قوسين أو أدنى لإرشاد في مستوى عز جبريل تجشمه ولم يزغ بصر الهادي عن الهادي وكم سقى الجيش ما أن قل من ثمد على تكاثره وكله صاد نعم وأشبعهم طرا وقد سغبوا من صاع تمر. وتقول كما قال ابن وهيب تراهم لدى الباب المعظم عصبة وقوفا على الأقدام خوفا ورهبة لدى ملك من غير كبر ولا عجب. وتقول كما قال الإمام النووي الترمذي رحمه الله تعالى في باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غفره على قريظة وتعرف بني قريظة بني المصطلق وما أنزل الله تعالى بهم من العذاب وما أنزل الله تعالى بفارس من العذاب وما أنزل بهم من القيادة الكاملة بهذه الألفاظ الرفيعة حتى لا تقول هذه العبارات. تقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على حمار يعني على إيكاف وهو ما نسميه بجف والحمار مخطوم بمقود من ليف وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما أعطاه الله تعالى وما من عليه من فتوح الدنيا كلها ولم يبقى الدنيا كلها تخاب برائسه فسل أكاسرة الفرس الأولى ملكوا وسل مرازبة عزوا بأجنادي وسل قياصر الروم الغلاب وسل سيف ابن ذي يزن والتبع الهادي وسل طوائف أحزاب وقد جمعوا عرم رمان لا صدور ذات أحقاد وسل هوازن إذ أبوا بفلهم مقرنين بأغلال وأصفاد وخلفوا خلفهم قصر الخوالفهم إلى الحداد سبايا تحت إحداد. يخبرك كله أن الرسول صلى الله عليه وسلم له عون من الله متبوع بإمدادي وكلما حمي الأوطاس واتقدت تحت التنانير نار ذات إيقادي ألفيته جنة الأبطال أجمعهم من الزبير وعباس ومغداد. تقول كما قال علي رضي الله تعالى عنه كنا نتقي الوطيس الحرب عندما تشتعل النار ويخاف الصحابة الكرام علي وعمر وأبو سفيان والعباس قادات قريش يخافون من لهيب النار الحرب يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم الحرب. هي القيادة الكاملة. تعبرون هذه العبارات البلاغية التي قصر فيها الصحابة وقصر فيها بلغاء العرب وقصر فيها التابعون وقصر فيها البوصيري وقصر تقول كما قال ابن محمد حاول كعب وما بلغوا معشار عشر من معشار العشر.
هنا العبارات التي تدل على بعض، حتى لا تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قائدا عسكريا فقط ولا سياسيا محنكا فحسب. هذه العبارات تافهة، هذه العبارات تافهة في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. السياسة هي أصلا، سألونا على أحزاب السياسة، نفاق وزور وكذب وما عندهم تواضع أصلا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ملك أزمة الدنيا وما زالت الأمة تمسك بيده وتتنحى عنه عن الطريق ليكمل كلامها الجارية الصغيرة. والمرأة الغريبة، جاءت امرأة غريبة حتى أنس لا يعرفها، جاءت امرأة لا يعرفها فقالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي بك حاجة. قال: اذهبي إلى أي طريق من طرق المدينة سآتيك هنا. وهو خلفه جد الوفود كلها، هناك باب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له باب الوفود، وأنتم تعلمونه وليس هذا خفيا عليه. باب الوفود: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تعبرون عبارات بليغة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبر عنه. وهو سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم في كتابه نور الأقاع فيض الفتاح، نور الأقاع في علم البلاغة، نص هناك كما قال الشيخ عبد الحسن بن الخديم، قال إن بلغاء المتقدمين من هذه الأمة كانوا يستحيون من مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر خوفا من التقصير في البلاغة، ولكن المتأخرين قالوا شيء خير من لا شيء، حتى لا نترك هذا المنهاج وحتى لا ينعدم أثر النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. هذه هي الشجاعة وهذه البسالة وهذا هو التواضع. مع ذلك غرفه صلى الله عليه وسلم: أرأيتم سياسيا ولا قائدا من هذه العصور لو يملك هذه من الدنيا وبعد ذلك يبقى في غرف تسعة زوجاته صلى الله عليه وسلم، تسعة زوجات وكل غرفة لا تحمله معها صلى الله عليه وسلم مع زوجتي رضي الله عنها وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا تحملهم مكانا من شدة الضيق. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقبض رجلها لتترك مكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيه، ومعها لا ملك الدنيا. وأعطى في 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 من أمواله الخاصة للعباس رضي الله تعالى من المال رضي الله عنه، وقال: قل زدني، حتى صار لا يقدر على حمله فطلب المساعدة. وأعطى يوم هوازن وحنين، أعطى عطايا أخجلت ذو الحديم إذ ملأت بين الفضاء من الغنم، وكيف لا ومستمد سيفه من سيف ربنا. هل رأيتم سياسيا محنكا ولا قائدا يعني عسكريا الآن يعطي أي شيء؟ هو يطمع في الغرب ويطمع في أمريكا ويغسل أقدام أوباما ويغسل أقدام ترامب. وأما سألوا أبا سفيان رضي الله تعالى، والحديث ثابت في الصحيح أن قيصر لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت، قال حديث صحيح البخاري، لو كنت أقدر، لو كنت عندي سلم، عندي حالة أن أقدر على أن أشق بلاد العرب وأنا سليم لتجشمته وغسلت قدمه. قيصر في بلاد الروم قال عندما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وحالتي قال لتجشمته وهو بين في وسط ملكه. هذه قصة ثابتة في صحيح البخاري. قال لو كنت أعلم أني سأدخل المدينة أنا على أمان ما قتلت في الطريق لأتيته وغسلت قدميه، قبلته وغسلت قدميه، لكن ما عندي أمان. سلموته جيموا ألوف تلتقي بأكثر من 200,000 ويجري ما جرى في الأردن موته التي مات فيها زيد بن حارثة وجعفر الطيار رضي الله تعالى جميعا وعبد الله بن رواحة المرأة الثلاثة، وبعد ذلك انتصر عليهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى. أكثر من 200,000 من الروم متمنعين في بلادهم، تأتيهم 3,000 من الصحابة على الخيل والإبل، يعني ما عندهم شيء أصلا، وسل بدران وليس عندهم من السيوف غير 8 للعدا حتوفي، ولا من الخيل سوى 72 بعيرا، كل 3 على بعير. هذه هي الشجاعة يا البسالة، هذه البسالة الشجاعة التي خافت العالم الإسلامي، العالم الرومي والعالم الفارسي والعالم الحبشي والعالم، هذه. لكن أنا قلت لكم ماضيا تعبير أن الثقافي خرافي، الثقافة في هذه الأيام خرافة. لما يقال لك ثقافي إسلامي هذا خرافة. أنا لا أعرف من المتكلم ولا هي القناة ولا شيء، أنا بلغني السؤال، ولكن أريد أن أبين لكم أن هذا خطير جدا. تعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس سياسيا محنكا فقط ولا قائدا،
هذه ما هي السياسة؟ خلي السياسة واتركها لطالبها، السين سيئة والياء يحموه، وإن أردت مزيدا عن طبيعتها فالمد آه ممتاز. واحد عالم من موريتانيا يقول يمدح أنه فلسفي وأنه فقيه فلسفي، هذا كلام باطل. واحد فلسفي فلسفي فلسفة كما عبر عنها بعض الحاضرين جزاء الآخرة، فلسفة آخرها كما هي سفة، فلسفة سفة 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 فلسفة. ما هي أنتم العرب، أنت من العرب ما نصرتم بالفلسفة، أنتم كنتم قوما أميين، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا قبل. لا تكتب، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ. انظروا فارس كانت أمة متقدمة، وانظروا الروم كانت أمة متقدمة. ماذا أنزل الله تعالى به من العذاب والبلاء لما أرسل الله هذا الرسول؟ حضاراتهم لم تغني عن شيء، الإسلام فوق كل شيء وهو أعز المسلمين. وهذا قاله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما خاض المخاضة وهي ثابتة بالحديث، وكان معه جيش الذي سيفتح به فلسطين. فخاض المخاضة كما قلت لكم ماضيا بالدروس وأعيدها عليكم، خاض المخاضة ما استلقع من الماء بقدميه الشريفتين وحمل نعليه في ذراعيه، نعليه في ذراعيه. خاض المخاضة وتلوثت قدماه بالطين، فقال له أبو عبيدة بن جراح هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال له يا أمير المؤمنين إنما للشام يلبس لباس يعني يناسب، هؤلاء قياصرة الروم وقساسة الروم تتم في هذا الثوب المرقع 16 رقعة، هذا لا يناسب. وهو نصيحة منه وأبو عبيدة بن جراح هذا أحد العشرة المبشرين، وقوله معقول يعني هذا معقول. ماذا الذي قال أمير المؤمنين؟ قال يا أبا عبيدة لو كان غيرك قال ذلك لجعلته نكالا، لم أعذبه جعلته عين العذاب، ولكن أنت بما أنك خواص الصحابة خاص من العشرة المبشرين بالجنة سأحترمك عنها. لو كان غيرك من هذا الجيش العامل بالصحابة والتابعين عذبتك عذابا أليما، لكن أنت ستروح. نحن قوم عزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. طبعا الآن أين المسلمون الآن؟ غذاؤك غذاء السيل. في أيام خلافة عمر بن عبد العزيز على رأس 100 سنة كما قال عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى العالم السوري، قال ما بقي في المعمورة الأرضية لغة غير اللغة العربية الأولى. بقية أئمة النحو من فارس سيبويه وشيخه الخليل قبله هم، إن البخاري إمام الحديث فارسي ومسلم كذلك، والإمام الأعظم أبو حنيفة تابعي لم يكتب حرفا بغير العربية. أصبحت الأمة كلها عربا لرفع راية الإسلام، أصبح العجم عربا. وما كانوا يقولون الفلسفة، وما كانوا يقولون حضارة فارس، وما كانوا يقولون حضارة الروم، وما كانوا يقولون حضارة الحبشة، ولا هذا الإسلام فوق كل شيء. هذا هو الفخر، هذا هو الفخر، هذا هو الفخر، هذه الحضارة وهي التي عبر عن الإنسان ويتكلم عنها. أما هذه لم يكن يعني قائدا عسكريا، ما هي فائدة القائد العسكري الآن على المسلمين؟ ما عندكم قوات عسكريين أصلا، لا في قائد عسكري في المسلمين أصلا. في رجل من موظفي موريتانيا ماضية لا أتذكر اسمه، ولا أريد أن أذكره، لو تذكرت لا أريد أن أذكره. قالوا موظف كبير من أكابر موظفين الدولة الموريتانية قبل 10 سنين أو 20 سنة، لقى تلفاز فرنسي قال متى ستكون موريتانيا كما هي الآن؟ أتمنى متى، كيف تصل؟ وصلت ما شاء الله، أمنيتك وصلت. أقول قولي هذا وأستغفر الله. تريد أن تكون كالروم؟ لا بئس هذا العصر وعصرك يا دار، وبئس المساء والصبح وضرعت. أنا ما لست موظفا وأنا في أمريكا للأسف، وأعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من هذا الفن الجديد والثقافة، يعني هذه خرافات. أعوذ بالله، ارجعوا إلى متون الأقدمين قرة الأبصار، وخرس الملوك والأصنام وتناكست فما لها قيام، وغاضت المياه والنيران وقد خمدت فما لها قيام. يعني هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع، قرة الأبصار، بردة البوصيري، يعني قصيد كعب بن زهير بن مهيب، هذه هي التي فيها حلاوة الإيمان، وهي التي تعلم
هذه حضارة الأندلس صارت إسلامية، وهذه فارس صارت يعني من التابعين العرب، وهذه الروم حضارات الروم كلها صارت عربا. هي مدرسة العربية أين هي؟ الكوفة والعراق هي نصها عجم، وإمام النحو كله من سيبويه فارسي، ليرجع عليه الأمة الإسلامية كلها بلغة العربي. ارجعوا إلى الحضارة الإسلامية والحضارة الأندلسية، هي عجم، يا بلاد إسبانيا كلها، والحضارة المغربية والحضارة التونسية، هي بلاد عجم كلها، إفريقية غرب إفريقيا والجزائرية وغيرها، وأنتم موريتانيا بلاد عجم، إلا أن دخلكم بناس من العرب فقط، بس من العرب، ولكن هي كلها هذا. وسوريا هي ليست عرب أصلا، والأردن هي ليست عرب، هي بلاد الشام، هي بلاد الروم، دخلها رجال من العرب وسطاء، وبلاد فارس دخل رجال من العرب بسطاء صحابة فقط وفتحوها. نحن قومنا عزنا الله بالإسلام، فماذا تغير العزة بغير الإسلام؟ أذلنا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على علمه بعد علمه، على حلمه بعد علمه، على عفوه بعد قدرته. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ونعوذ بك أن نقول زورا وأن نغشى فجورا، ونعوذ بك من شماتة الأعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهج لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهج لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهج لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهج لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. جعلته جنة دوني وذقت بها لا أصادف مما أختشي ضررا. جعلت أمامي نحوها سجدا ولا صلى الله عليه وسلم، فيقنت أن قد حان من صدري الجبر، وحازت يدي على السهام وأمسكت عرى ليس يعروها انفصام ولا مثل. والملجأ المعهود والوزار الذي لديه يقر الأمن ومن زعزع الذر. وأن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسلوب أجمها تجم. وإننا بك يا رسول نصرتنا إن يلقنا الكون في أعداده يجم. وإننا بك يا رسول نصرتنا إن يلقنا الكون في أعداده يجم. وإننا بك يا رسول نصرتنا إن يلقنا الكون في أعداده يجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسلوب أجمها تجم. ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم. أحل أمته بحرز ملته كالذي حل ما على شبال به أجم. كم جدلت كلمات الله من جدل به وكم خصم البرهان القرآن المحاصم. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتديم. ألا يا رسول الله أنت رجاؤنا، ألا يا رسول الله أنت رجاؤنا، وأنت بنا بر ولم تك جاوية. وكل شفيعا يوم ينال شفاعة بمغن فتيلا عن سواد من قارب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكبر نعمه. سبحانك اللهم وبحمدك.